نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من قرار لوقف إطلاق النار والتهدئة بموجب اتفاق عام 2012 واستمرار المفاوضات. الشعب الفلسطيني يعاني، الشعب الفلسطيني يقتل في كل دقيقة، علينا كأشقاء له مساندته والوقوف معه في هذه المحنة. الاتصالات مستمرة مع الدكتور نبيل العربي، الاتصالات مستمرة مع منظمة التعاون الإسلامي ومع الأمم المتحدة، وعلينا مسؤوليات واجبنا القيام فيها تجاه أشقائنا في فلسطين. نأمل إن شاء الله تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والأمور تهدأ في العراق والأوضاع في سوريا، يتم الاتفاق على حل سياسي يجنب أشقائنا في سوريا مزيدا من الدمار.